هنروح لكرة السلة سيدات، كانوا بيلعبوا منذ يعني وقت قصير ساعة أو اتنين، بيلعبوا أحد إحدى مباريات بطولة القاهرة كان مع نادي الزهور، ونجح فريق السيدات لكرة السلة بالفوز بنتيجة كبيرة، وانتهت المباراة 97-49، يعني حوالي 48 نقطة فرق كبير. طبعا نادي الزهور نادي محترم ونادي أيضا كبير، واستطاع النادي الأهلي الفوز في هذه المباراة في بطولة القاهرة. الماتش كان اتلعب على استاد القاهرة الدولي، وزي ما قلت لحضراتكم لسه خلصان من شوية. فرقتنا هتلعب بكرة مع نادي الجزيرة، يوم الثلاث مع مصر التأمين، وآخر ماتش هيكون مع هليوبلس يوم الأربعاء الجاي الساعة 8 إن شاء الله. فرقتنا كانت طبعا قفلت صفحة التتويج ببطولة المرتبط أسوة بالرجال طبعا، وهذا هو سيستم النادي الأهلي، غلق البطولات وفتح صفحة جديدة والمزيد من البطولات يعني ورا بعضيها. كان في مجموعة من اللاعبات، أربع لاعبات شاركوا في بطولة 3x3 بطولة أفريقيا، واتلعبت زي ما قلت لحضراتكم منذ أيام على استاد القاهرة، واللي فازوا فيها برضو ببطولة أفريقيا وتأهلوا لكأس العالم أيضا كان مشارك من عندنا رنيم الجداوي، ثريا محمد، هلا شعراوي، نادين السلعاوي، واللي أدوا أداء جيد. ولعبتنا طبعا مصممين على الفوز ببطولة القاهرة عشان إن شاء الله تبقى ثاني بطولات الفريق هذا الموسم بقيادة الكابتن الكبير كابتن طارق خيري. الحقيقة الراجل يعني لا يأنو جهدا أبدا إن هو يعني يحط الفريق في المقدمة يعني بكل الطرق الممكنة والبذل المجهود سواء من الجهاز الفني أو من اللاعبات.